بدايتي مع ريشة طاهر كان وانا عندي 11 سنة. قبلها كنت بلعب جمباز وسكواش وفروسية، وبعدين بطلت لإصابة سنة، ولما رجعت ألعب سكواش بس. ومدربي للسكواش في المدرسة كان كابتن تامر رأفت، هو اللي وجهني لريشة طاهر لأنه كان لاعب منتخب مصر ريشة طاهر، وعرفني على اللعبة اللي ما كنتش عارف إيه هي برضو. وفضلت العبها مع السكواش لغايه لما بطلت سكواش وكملت ريشه بس. احنا عندنا ابطال عالم كتير جدا في السكواش، فيمكن ربنا وجهني للعبه محتاجه ان هي تنتشر في مصر وان احنا نعمل لينا اسم بره، وخاصه ان هي لعبه اولمبيه. يعني لو كنت فضلت لعبت سكواش كنت هبقى بطل العالم وهلعب مع الابطال المصريين العالميين، لكن ما كنتش هبقى لاعبه اولمبيه وان انا اتاهل لثلاثه اولمبيات. هو الجيم بيبقى من 21 نقطة، اللي يكسب 2 جيم يعني شوطين من 3، ولو في الشوط اتعادلوا 20-20 لازم حد يفرق نقطتين، يعني 22-20 أو 28-26. لو وصلوا لغاية 29 اللي بيجيب 30 هو اللي بيكسب، وبيبقى فيه يعني زي استراحة كده عند النقطة 11 60 ثانية، وبين الشوطين او بين الشوط الثاني والثالث يعني برضو بيبقى فيه زي استراحه. يعني بتلعب بقى فردي وزوجي، وزوجي مختلط، الفردي 2 قدام بعض، الزوجي ممكن زوجي بنات او زوجي اولاد، 2 و2 قدام بعض. وفي زوجي المختلط بقى بنت وولد على بنت وولد. هي ريشه طاهر تعتبر اولا اللعبه الاولى في العالم مش الكوره، لان الصين والهند هي اللعبه الشعبيه عندهم، يعني زي الكوره كده عندنا بتلعب في الشارع، هم عندهم الريشه بتتلعب في الشارع. اللعبه مشهوره جدا هناك، ان الناس كلها بتلعبها في اي حته برضو، خصوصا ان هم ما عندهمش هوا في الشوارع، وفي رطوبه بتبقى عاليه فالريشه ما بتتحركش، يعني الهوا ما بيحركهاش. فاللي احنا المفروض ان احنا نعمله ان احنا ننشر اللعبه في المدارس وننشرها في الجامعات، واعتقد ده هيخلي اللعبه مشهوره في البلد اكتر، ويمكن في يوم من الايام نلاقيها ان هي اللعبه الشعبيه. جدي سيد نصير هو جدي من ناحيه مامتي، مامتي مها نصير، فيعني شرف ليا ان انا طبعا من الاحفاد، وان احنا يعني عندنا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد 1928 في رفع الأثقال. دايماً لاعبين المنتخب رفع الأثقال يعني بيقولوا لي أنت بتلعبي ريشة، وجده كان بيلعب رفع أثقال، فأنا معروفة في وسط الفريق بتاع رفع الأثقال يعني بي يعني طبعاً فخر ليا وشرف ليا. وهو كان يعني دايماً أنا كنت حاطاه صورة قدامي، يعني أنا جدي أول ميدالية ذهبية، انا في لعبتي ممكن معرفش ان انا اجيب ميدالية الذهبية، بس ان انا احقق حاجة وان انا اتأهل لأولمبياد، فهو كان دايما صورة قدامي يعني طبعا. بجانب بقى ان انا اختي كمان كانت بطلة افريقيا في الجمباز الايقاعي، وكانت دايما قدوة بالنسبة لي يعني في الرياضة. امستردام 1928. احمد رامي، لا استنى، ده الشعر ده انك حطاه عندي على البيج كمان. طب قولي اول حرف. احمد هو مش احمد رامي، احمد ايه؟ احمد بجدي عارفه. احمد ايه؟ احمد شوقي. احمد شوقي. الوسام كان وسام ايه؟ انت عارف كل حاجه. قول. طيب وسام النيل، هو في وسام النيل ووسام الرياضة. وسام الرياضة هو اخده ميول على الناصر، وسام النيل لا مش عارف سنة كام طبعا. 56. انت خلي بقى حط بتاعت امستردام 1928.